هو انت فاكره نفسك السفيره عزيزه؟ الجمله دي بنقولها لكل واحده بتتفاخر بعلمها والمنصب اللي وصلت ليه، لكن مين السفيره عزيزه دي وعملت ايه عشان ينضرب بيها المثل؟ تعالوا معنا نعرف ايه الحكايه. السفيره عزيزه فتاه مصريه بقريه ميتي عايش، اصبحت اول سفيره مصريه في الامم المتحده ومنحت ميداليه التميز. اسمها عزيزة سيد شكري رحروق، من مواليد 1919، أي في السنة التي اشتعلت فيها أحداث ثورة 19. نشأت في قرية ميتي عيش التابعة لمدينة ميت غمر بمحافظة إدة أهلية، وسمها والدها طبيب النساء والولادة الدكتور سيد باسم على اسم جدتها لأبيها الحاجة عزيزة. تمسك والدها بتعليمها رغم الظروف الصعبة والتحديات التي واجهت الأم التي أصيبت بمرض ألزهايمر، ولم تعد قادرة على رعاية أطفالها الخمسة عزيزة وعصمت ومحمد وحسين وليلى. هنا تعلمت عزيزة التي لم تكن تبلغ العاشرة من عمرها الدرس الأول من والدها الذي وقف إلى جوار زوجته وتفانيه رغم انشغاله وعمله وبأطفاله في توفير سبل الراحة والعلاج لها، فتحملت المسؤولية في سن مبكرة، فصارت الأم الصغيرة لأربعة أشقاء منهم حسين الذي ولد مصابا بالصمم، مما زاد المسؤولية على الأم الصغيرة عزيزة. وصلت دراستها بتشجيع من الأب في عشرينيات القرن الماضي حتى تخرجت من مدرسة الأم المقدسة بعد قضاء سنوات الدراسة الخمس ملتزمة بمناهجها المعتمدة على اللغة الفرنسية دون غيرها، ثم التحقت بعد ذلك بالجامعة الأمريكية، وكانت سيطرة اللغة الإنجليزية على مناهجها هي العقبة التي كادت تفسد سعادة عزيزة بالدراسة بها، فظلت تتنقل من فصل إلى آخر متسلحة بروح التحدي، وقضت الليالي ساهرة على كتب تعلم اللغة حتى أتقنتها مثل أهلها في بريطانيا. ولم يغب عن بالها طوال الوقت المعركة التي خاضها والدها وشجاعته في مواجهة الاعتراضات التي واجهها لتعليم بناته الثلاث التي أصبحن الطالبات المصريات الوحيدات التي التحقن بالتعليم المختلط في الجامعة الأمريكية. هو ما زادها فخرا بأبيها التي قالت عنه في كتابها حج الروح: أبويا هو السبب في دخول الكلية، وكان عنده فكرة مهمة عن المرأة ودورها، لدرجة أنه كان بيزعل جدا من فكرة سيطرة المجتمع الذكوري عليها، وكان مناصرا للمرأة من الطراز الأول. تخرجت عزيزة من الجامعة الأمريكية عام 1942 وجذبها العمل الاجتماعي، وتطوعت للعمل في الجمعيات الخيرية، وبدأت من نادي سيدات القاهرة محطتها الأهم في العمل الاجتماعي، وتعلمت كيفية إدارة جماعة ودراسة احتياجات المجتمع على خلاف باقي الجمعيات التي كانت قائمة على جمع التبرعات وتقديمها للمحتاجين. ولا ننسى أن كل ذلك قبل قيام ثورة 23 يوليو 52 وانحيازها للمرأة اجتماعيا وسياسيا. انت زوجت عزيزة دحروق أو بالأحرى عزيزة هانم من أحمد بيك حسين، وهو أول سفير لمصر في الولايات المتحدة الأمريكية. عقب ثورة يوليو كان شخصية لامعة في مجال العمل التعاوني والمجتمعي، واعتبرته عزيزة أستاذا لها، وكان هو النموذج المبهر الثاني في حياتها بعد الأب. بعدها بأعوام قليلة وقبل قيام ثورة يوليو بعام واحد بدأت الانطلاقة الكبرى للزوجين، ووضع أحمد بيك حسين الزوج اللبنة الأولى لوزارة الشؤون الاجتماعية في مصر من خلال جمعيته التي أطلق عليها مصلحة الفلاح، وانطلقت عزيزة بدعم زوجها للعمل في الريف مع الفلاحات للتعرف على مشاكلهن ومساعدتهن، وأسست أول دار حضانة في قرية سنديوم بالقليوبية، وهي أول حضانة في الريف المصري للاهتمام بالأطفال وتحسين صحتهم ورعايتهم، وانتشرت الفكرة في عدد كبير من القرى بفضل السفيرة عزيزة. عزيزي المشاهد، لا تنسى لايك والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورقة حياتي وتحية أسس ثقافة ومعلومة، تابعونا